فلترز عموما يعني هي طريقة ان احنا نغير الفريكونسي كونتنت بتاع الانبوت سيجنال. بيسيكلي الفلتر نفسه بيبقى سبيسيفايد بان احنا عاوزين ايه اللي يبقى موجود في السيجنال وايه اللي ما يبقاش موجود. يعني بيبقى في عندنا جزء كده بيبقى عايزين ريتين او نحتفظ بيه، وفي جزء تاني عاوزين ان احنا نشيل من السيجنال بتاعتنا او يعني نعمل ريجكشن دي من السيجنال بتاعتنا. اوكي، بيسيكلي احنا بنوصف المواصفات بتاعت الفلتر ده ان تيرمز اوف الانبوت بتاعنا عبارة عن ايه، واحنا عايزين الاوتبوت بتاعنا يبقى فيه ايه وما فيهوش ايه. اوكي، وده ممكن يتعمل حقيقه كديزاين في الانالوج دومين او في الكونتينوس تايم دومين او في الديسكريت تايم دومين. اوكي، فطبعا الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها هنا في الجزء بتاع الديجيتال سيجنال بروسيسنج بنتكلم مينلي على الديسكريت تايم فلترز، وعاده احنا بنفضل ان احنا نستعمل فلترز بالشكل ده، وده ممكن ان احنا نستعمله حتى مع انالوج سيجنالز بان احنا نستعمل حاجه زي اللي احنا شايفينها هنا دي كده. بيبقى عندنا اكس اوف تي اللي هي كونتينوس تايم سيجنال بتخش على اي تو دي اللي هي كونتينوس تو ديسكريت يعني كونفرجن. اوكي، بيطلع لنا في الاخر ديسكريت سيجنال من ابلاي عليها الديجيتال فلتر بتاعنا. اوكي، وبعد كده بنحول من ديسكريت لكونتينوس. اوكي، يطلع لنا في الاخر الواي اوف تي اللي هي ديزايرد واي اوف تي بتاعتنا. اوكي، طبعا احنا في الحالتين بيبقى في عندنا نفس البيريود بتاعت الديسكريتايزيشن، نفس البيريود بتاعت الايه، بتاعت الجزء بتاع الايه ريكفري. اوكي، هنتكلم على الكلام ده بالتفاصيل دلوقتي.